أحييكم مشاهدينا. حرب مياه ممنهجة يشنها النظام التركي وإيران على العراق دون الاكتراث لمدى الضرر الذي يلحق بالعراقيين. جراء ذلك دفعت نائبة رئيس البرلمان العراقي القيادي في التيار الصدري حكم زاملي للتهديد بسن تشريع نيابي يجرم العلاقات التجارية مع هذين البلدين، ما يعني إيقاف 20 مليار دولار من الأموال التي تدفعها بغداد لطهران وأنقرة في إطار عمليات التبادل التجاري. وقال زاملي أن تركيا بدأت بقطع المياه عن العراق بنسبة 80%، في حين قطعت إيران المياه بشكل كلي أي بنسبة 100%. تصريح يأتي بعد أيام على كشف وزارة الزراعة العراقية أن العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقصى في تاريخه، وأن تخزينه لا يكفي سوى لفصل الصيف الحالي فقط. ومن هنا نتساءل معا مشاهدينا، متى ستتخذ بغداد خطوات جدية ضد انتهاكات أنقرة وطهران بحقها؟ وهل العراق مستعد لمقاطعة إيران وتركيا تجاريا؟ ومن المتضرر منها؟ ما خيارات بغداد في ظل استمرار التجاهل التركي والإيراني لدعوات الحوار بشان أزمة المياه؟ العراق بات مسرحا لانتهاكات النظام التركي وإيران على حد سواء، اللذين ضربوا عرض الحائط بكل القوانين الدولية ودون الاكتراث للحكومة العراقية التي لم تتخذ أي خطوات جدية وحاسمة لثني البلدين عن الاستمرار في التعدي على سيادتها أمنيا ومائيا، ما عدا مواقف قوى وكتل سياسية هددت بتصعيد سياسي خلال الفترة القادمة. وفي هذا الصدد هدد نائب رئيس البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في مؤتمر عقد في مبنى وزارة الموارد المائية بسن تشريع قانوني يجمد التعاملات التجارية مع طهران وأنقرة في حال استمرارهما بقطع المياه عن العراق. وقال الزاملي إن إيران وتركيا تمتلكان اكتفاء ذاتيا بمناسيب المياه، لكنهما تصران على قطعها على العراق، مهددا بإيقاف 20 مليار دولار من الأموال التي يدفعها العراق للبلدين في إطار عمليات التبادل التجاري. وبيّن الزاملي أن النظام التركي قطع نحو 80% من المياه عن العراق، في حين قطعت إيران المياه بشكل كلي، مرجعا ذلك إلى الخلافات السياسية بين الفرقاء العراقيين وعدم وجود قوانين حكومية تضغط في هذا الاتجاه. من جانبها دعت وزارة المواد وجهات حكومية أخرى للضغط على النظام التركي وإيران للوصول لصيغة حل تخرج البلاد من أزمتها المائية. يأتي ذلك التطور بعد أيام من تصريح لوزارة الزراعة العراقية كشفت فيه بأن العراق مقبل على أزمة مائية هي الأقصى في تاريخه، وأن تخزينه المائي لا يكفي سوى لفصل الصيف الحالي فقط. أرحب من ضيوفي من عمان الدكتور إسماعيل الجنابي رئيس هيئة إعلام المجلس الوطني للمعارضة العراقية، وأيضا من بغداد السيد يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. ضيوفي أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج وقفة مع الحدث. بداية دكتور إسماعيل، لماذا تركيا وإيران تستهدفان لنقل العراق إن كان أمنيا إن كان سياسيا وحتى مائيا؟ ما اللذان أو ماذا يريدان الوصول إليه فعليا عن طريق القيام بذلك؟ نعم، تحية لك ولمشاهدي قناة اليوم ولضيفك الكريم. قبل السؤال، جميل جدا، هذا أكبر دليل على أن الحكومتين الإيرانية والتركية لا تحترم النظام العراقي الموجود ولا تأبه لأي تصريح منهم، لأن لو كان العراق قويا كما كان في السابق لما تدخلت أي دولة من دول الجوار بالإرادة العراقية وكذلك بالمسلمات التي نصتها القوانين والمواثيق الدولية. ولهذا تتعامل تركيا وإيران مع العراق، ليس العراق اليوم تتعامل معه كدولة. لو كان العراق كدولة مثل ما كان سابقا لرأيت كيف تتعامل الحكومة العراقية مع الدول التي
تحاول المساس بها. ولهذا نحن في المجلس الوطني للمعارضة العراقية لا نلوم تركيا ولا إيران. لو كانت هناك قيادة عراقية ونظام عراقي وطني لم استطعت هاتين الدولتين ولا حتى المحتل الأول الأمريكي أن يتدخل في الشأن العراقي. لو كانت لدينا حكومة عراقية وطنية استلمت يعني تريليونات من الدولارات منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا لما احتجنا إلى أن نتدخل في الشأن سين أو صاد أو نطلب من الدولة سين أو صاد بأنها عليها أن تتعامل مع الحكومة العراقية وفق الرؤية المناسبة وفق القانون الدولي. ولهذا الحكومات التي تعاقبت على العراق يا سيدتي وضيفك الكريم أيضا يعلم جيدا مليارات موازين كبيرة جدا لا يمكن لدولة من دول الجوار أن يعني تجد هذا الرقم في ميزانيتها. ولهذا جل هم اليوم الذين يتسيدون على رقاب العراق هم أفقر البلد، أوصل البلد إلى ما هو عليه الآن من اضطراب سياسي وانسداد سياسي وكذلك بنية تحتية مدمرة لم تضع الحكومات المتعاقبة على حكم العراقيين منذ 2003 حجر فوق حجر من أجل أن تتباهى بالمعالم. كل ما تركه النظام السابق هو موجود اليوم على أرض الواقع وبني بسماعة العراقيين الموجودين اليوم. ولهذا الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق 2003 هي التي أوصلت العراق اليوم، هي التي أفقرته ماديا ومائيا وكذلك صحيا واجتماعيا وكل مناحي الحياة. تماما. سيد يونس، هل أيضا أنتم تتفقون على أن اللوم يقع على النظام العراقي والحكومة نفسها بهذه التدخلات التي تحصل من جانب الدول الإقليمية وانتهاك سيادة العراق بشكل كامل دون أي تحرك يذكر من جانبها؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة تحية لكم ولمشاهديكم الكرام والكريم. خلينا نعود إلى المشكلة يعني في انهيار المنظومة العراقية والسيادة العراقية هو الاحتلال الأمريكي. اليوم العراق لا زال تحت الهيمنة والسلطة الأمريكية، حتى وإن كان يمتلك نظام سياسي فالكل يعرف إنه العراق لا زال تحت المحمية الأمريكية. ولكن هذا المحمية الأمريكية لم تعطي للعراق هذه القوة التي كان يمكن أن يحلم بها أي بلد إذا كان حليفه دولة مثل أمريكا، فلم تستطع لا حمايته داخليا ولا خارجيا. وهذه الانتهاكات يعني يتحملها الجانب الأمريكي لأنه هو الذي قوى النظام السياسي بالعراق وهو الذي أنشأ هذا النظام الهزيل والمتنازع فيما بينه. وبالتالي لا نلوم الدول إذا ما تدخلت في الشأن الداخلي الدول الأخرى إذا كانت هذه الدول ضعيفة. يعني عادة الدول تحترم الأقوياء لا تحترم الضعفاء، فكل دولة ضعيفة، ضعيفة سياسيا، ضعيفة اقتصاديا، ضعيفة على المستوى العسكري، بالتأكيد ستكون يعني إن كانت بالفعل الولايات المتحدة هي التي يعني تفتح المجال أمام هذه الدول، يعني ما الذي تستفاد منه فعليا القيام بذلك؟ الكل يدرك أن العراق إذا امتلك وسائل القوى السياسية والاقتصادية سيكون رقما داشين في المنطقة. لا زال العراق محور اهتمام العالم ودول الجوار وأيضا الشرق الأوسط. لا زال العراق يمثل يعني مربة الشرق والغرب ومصدر مهم للثروات في العالم. لا يمكن لبلد مثل العراق أن يكون بلدا هامشيا، لذلك تسعى كل دول الجوار يعني دون استثناء شرقا غربا شمالا جنوبا أن تسعى إلى عاد هذا الدور عن العراق. تريد العراق بلدا ضعيفا، والبعض لا يخفي أن يريد أن يقسم هذا البلد ويجعله كوتونات متعددة حتى يسهل السيطرة عليه، لأن العراق بهذا الشكل هذا التنوع السكاني وهذا المصادر المتعددة من الثروات الطبيعية والثروات المعدنية وهذه الأنهار التي يعني تجتاح العراق من الشمال إلى الجنوب والمسطحات المائية يعطي العراق موقعا متميزا وفريدا من نوعه. لذلك تسعى كل هذه الدول إلى تقويض
هذه المقومات لقوة هذه الدولة. المياه واحدة من أهم مقومات الدولة، لأن على هذه المياه تقوم الزراعة والصناعة وأيضا الكثير من المشاريع وأيضا المجمعات السكنية الكبرى. بالتالي بدون وجود الماء لا وجود للحياة. لذلك هذه الدول وجدت الخاصرة الضعيفة العراق، لأن العراق تستطيع أن تنقل إلى 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 مواطن في هذه الدولة، ولكن من خلال ملف المياه استطاعت أن تحرك من الإنتاج الزراعي. يعني مثلا من مجمل ما يمتلك العراق من الأراضي الزراعية بحدود 25 مليون دونم، العراق لا يمنع إلا بحدود 7 دونمات. تخيل كم مقدار الخسائر التي يخسر العراق مثلا في ميدان واحد من هذه الميادين. المياه ليست للزراعة فقط، إنما للصناعة، للكهرباء، للمستقبل، المشاريع الطاقة الكبرى، مشاريع الطاقة النووية، لا تحتاج إلى مياه. مشاريع المدن الجديدة وأيضا المجتمعات السكنية الكبرى تحتاج إلى مصادر للمياه ومصادر للطاقة. بدون وجود المياه لا وجود للحياة. وربما يشهد العراق هجرة من بعض المناطق إذا ما تعرضت إلى الجفاف، كما حدث في النظام السابق عندما جفف الأهوار، فسكان الأهوار لم يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم، وذلك هجروا هذه المناطق إلى مناطق توفر فيها المياه، توفر فيها مصادر للمعيشة. للأسف هذه الدول تنتهج هذه السياسة، سياسة التشفيف التدريجي. عندما تقوم الموارد، إذن حسب ما فهمت سيد يونس مما تحدثتم به، الأضرار يعني ستكون على العراق، الأضرار ستكون على العراق أكثر من البلدين الطرفين الآخرين. أعود إليكم بهذه النقطة والخيارات أمام بغداد للتعامل مع ذلك. دكتور إسماعيل، إذن مع تفاقم الوضع اليوم بكافة جوانبه في العراق، هل يعني هذا الوضع يضع الحكومة أمام مأزق أمام الشارع العراقي؟ لأنه لم يتخذ أي خطوات. يا سيدتي وضيفك الكريم، حقيقة لقد أصاب الحقيقة في كبدها عندما يعني أثنى على كلامي، وهذه حقيقة أنا لا أعرفه ولم ألتقي به، ولكن هذا هو واقع الحالة الذي يعيشه العراقيون اليوم. اليوم الحكومة العراقية منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم تبني معلما ولم تبني مشروعا. دعينا من مسألة المياه لنقل أن الدولتين الجارتين اللتان يعني حكمتها الجغرافيا بأن يكون الروافد تنبع من أراضيها. دعينا نترك مشكلة المياه جانبا. هل مشكلة الكهرباء، تركيا تقطع الكهرباء عن العراق وإيران تقطع الكهرباء عن العراق ودول الجوار تقطع الكهرباء عن العراق؟ بالتأكيد لا، ولكن الفساد الذي نخر جسد الدولة وأصبح الثقافة حقيقة لدى مؤسسات الدولة العراقية هي التي حرمت العراقيين حتى من نسمة الهواء العذب في فصل الصيف الذي اليوم درجة الحرارة في العراق تتجاوز 45 إلى 50 درجة مئوية، ولا يوجد كهرباء للعراقيين. هل يعقل مليارات من الدولارات صرفت على منظومة الكهرباء، ويخرج كل وزير كهرباء يأتي في الوزارة ويقول سنصدر الكهرباء إلى دول الجوار؟ أي ضحك على الذقون هذا يا سيدتي. اليوم الحكومة يعني أبسط دليل اليوم هذا أو الانسداد الذي اليوم في العراق اليوم، هل هذا بسبب وجود دول يعني متشاطئة ودول يعني لها منابع المياه هي التي تتسبب في غلق هذا في هذا الانسداد السياسي؟ اليوم هذه الطبقة السياسية كان من المفترض عندما صندوق البنك الدولي عندما قال انه العراق عام 2050 ستصاب بنيته المائية بكوارث وعلى المجتمع الدولي وعلى العراق الحكومة العراقية ان توفر 180 مليار دولار من أجل بناء البنية التحتية للسدود وأيضا ملء الخزانات. الحكومة العراقية رصدت 15 مليون دولار، فهذا بون شاسع ما بين أرقام المليارات وما بين أرقام الملايين. إذا لا توجد سياسة نفعية للعراق،
ولا توجد عقول حقيقة لدى هذه الطبقة السياسية الجاثمة على صدور العراقيين بأن تهيئ البديل لكل مشكلة. اليوم عندنا تصحر، التصحر الموجود اليوم في 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 العراق اليوم، كان من المفترض أن يتم القضاء على هذا التصحر خلال الزراعة، وليس أن تغلق يعني مزارع الفلاحين ويذهب إلى الاستيراد من دول الجوار. هذه كله سياسة خاطئة وسياسة ممنهجة، الغاية منها هو إذلال الشعب العراقي، تضييع الشعب العراقي والنهب والسيطرة على خيراته. لأن الوضع يتجه للأسف، لا توجد لدينا صناعة عراقية، بينما كان في قبل 2002 حقا كانت الصناعة العراقية مشروط لها بنان، التعليم مشروط له بالبنان. طيب. لكن هو هنا حتى تصريحات نائب رئيس البرلمان العراقي هي حقيقة تصريحات ليس لها يعني من واقع التنفيذ، سوى أنه هالة إعلامية يراد لها هذا الحزب أو ذاك، لأنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان هم سلطات الثلاثة وبإمكانهم أن يتعاملوا. العلاقات يا سيدي اسمحي لي، أنا دارس علوم سياسية، العلاقات بين الدول لا تبنى على مفاهيم العداوات والصداقات، إنما تبنى على مفاهيم المشتركات والمصالح. صحيح. عندما تكون الدولة قوية تتعامل بالمثل مع الدولة التي تتعامل معها بفوقية أو بنظرة أخرى، ولكن لا وجود لهذه القيادات ولهذه هو نقطة استغلال أيضا لعدم وجود قيادات كما تفضلتم حتى الحكومة. لدينا نظام سياسي، لدينا هذه النقطة يعني تدفع الوضع للأسوأ دكتور إسماعيل. بالتالي سيد يونس، يعني نقطة المتضرر كما قلتم قبل قليل وتحدثتم، يبدو أنه العراق هو المتضرر الأكبر من قطع المياه وما إلى ذلك، كون أنها من جانب إيران وتركيا. بالتالي أي خيارات، يعني هل لديه العراق أي إجراءات للحد من هذا الضرر فعليا؟ يعني هل حتى أيضا كون هناك ضرر كبير عليه، هل هو مستعد فعليا لمقاطعة النظام التركي وإيران تجاريا؟ نعم، يعني المسألة لا تحل بالأمنيات، المسألة ليست مسألة يعني ضع حل النقطة مكان هذه النقطة، هذه مسألة العلاقات ومسألة التفاهمات بين الدول يجب أن تكون على أعلى المستويات. مثلا الملف المائي في تركيا هو بيد الرئيس أردوغان، أيضا في إيران الملف المائي بيد الرئيس الإيراني تشخيص النظام، لكن في العراق يعني أعلى سلطة تدير ملف المياه هو وزير المواد المائية، وزير المواد المائية وزير فني ليس وزير سياسي يستطيع أن يكون منافس لمستوى التنفيذ بالنسبة لتركيا وإيران. يعني عندما يتم التفاوض على ملف المياه يجب أن يكون على مستوى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، هذا المستويات تستطيع التفاوض في هذا الموضوع الحيوي والمهم. الموضوع ليس موضوع فني، موضوع سياسي. عندما تكون أنت قوي سياسيا ولديك علاقات ونفوذ مع هذه الدولة وتلك الدولة، وأعتقد الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية تمتلك علاقات فوق الجيدة مع كل الدولتين، يعني مع الجارة إيران ومع الجارة تركيا، نستطيع من خلال هذا النفوذ السياسي وهذا التقارب ورفع مستوى التفاوض من وزير المواد المائية أو السادة المدير العامون في وزارة المواد المائية إلى مستوى رئيس الوزراء على الأقل أو رئيس الجمهورية، أو تكليف وفد برلماني حتى يستطيع التفاوض مع البرلمان التركي حول هذه المسألة. مثلا يعني المواد المائية لوحدها لا تستطيع أن تدير هذا الملف المهم والخطير. الموضوع ليس موضوع إطلاق كميات من المياه زائدة أو ناقصة، الموضوع يتعلق بمستقبل البلد، مستقبل أجيال، مستقبل الزراعة والصناعة في العراق. هذا الموضوع والملف مهم وخطير، ويكاد يكون مستوى ملف الإرهاب، لأن موضوع قطع المياه عن العراق وعن الأراضي الزراعية وعن الأراضي المروية من نهري جدة والفرات يكاد يكون يلقى إلى مستوى الحرب. يعني لا تستطيع أن تدير شعب بدون مياه، يعني لا يمكن أن يكون هناك مجاملة في هذا الموضوع على حساب أي شيء. هذا الموضوع يجب أن يأخذ أولوية قصوى،
ليست المساله مساله حديه، لا تستطيع مثلا مواجهه هاتين الدولتين عسكريا، يعني لان نحارب تركيا وايران من اجل نطاق المياه مثلا، ولكن نستطيع باللجوء الى المجتمع الدولي مثلا في هذا البلد، وهناك الكثير من القوانين الدوليه تسمح لنا ان يعني هل من الممكن أن تكون أيضا يعني ملف المياه ورقة ابتزاز من جانب تركيا، النظام التركي وإيران ضد العراق، ولكن من أجل ماذا تحديدا؟ يا سيدي القاسم ودان يعرف أن الدول هي نفوذ، يعني كلما زاد نفوذ هذه الدولة وقوتها تريد أن تمد وتبسط هذا النفوذ إلى الدول الأخرى، الدول المجاورة والدول الأقرب. العراق يعني اضعفته امريكا بعد 2013 الى اساس كبيره، بحيث لا يستطيع داخليا ان يتحكم في مواضيعه، فما بالك بالموارد الخارجيه. هناك انتهاكات في الداخل العراقي، يعني قبل ايام سمعنا عن جفاف بحيره ساوى مثلا بتنزل انتهاكات بعض من حفر الابار خلال البحيره ويصرف المياه ويستخدمها لاغراض اخرى. فما بالك من لا يستطيع إدارة الملف داخليا كيف يستطيع إدارة الملف خارجيا؟ هو ليس موضوع فني بحت، وإنما موضوع إرادة سياسية وحوار. هناك الكثير من الموارد المالية يمكن إدارتها داخليا، لكن للأسف نسمع حتى بعض المحافظات تخلق من حصص المحافظات الأخرى، يعني ليس هناك سيطرة كاملة على هذه الموارد المالية داخل العراق. المسطحات المائية والنواظم وأيضا المشاريع الروائية يسيطر عليها المتنفذين وبعض العشائر وبعض الشخصيات السياسية والمعنوية وبعض المتنفذين. هذا الموضوع موضوع داخلي وخارجي، موضوع تنظيم توزيع هذه المياه بشكل عادل، موضوع التفاوض مع الدول المتشاطئة للحصول على حصة عادلة قاسم الضرر مع الدول المتشاطئة. ربما هذه الدول هي أيضا تعاني من أزمة مياه، ليس العراق الوحيد الذي يعاني، المنطقة والعالم كله يشهد موجة من التغير المناخي، وهناك انحسار في الأمطار والثلوج، وهناك احتباس حراري، وكثير من القضايا البيئية والقضايا البيولوجية وتغيرات في قشر الأرض، يعني كثير من الأمور تدخل فيها القضايا الفنية مع القضايا السياسية مع القضايا البيولوجية. يتطلب أن يدار هذا الملف أولا بحجة إدارية عالية وثانيا بحجة سياسية. وقلنا وما زلنا نقول أن يجب أن نرفع مستوى إدارة هذا الملف إلى مستويات أعلى من وزير الموارد المائية، لأن الملف ملف دولي وملف خطير ويتعلق بسياسة الأمن الغذاء العراقي. تماما دكتور اسماعيل، بالتالي انتم برايكم كيف يمكن انهاء هذه المعضله اليوم، كون ان البلدين يعني ضربا عرض الحائط بكل القوانين الدوليه فيما يخص هذا الملف تحديدا، يعني كيف يمكن حتى ان تستغل العراق هذه النقطه لصالحها، وهل من الممكن ان تمرر هذا الملف لنقل الى مجلس الامن؟ شوفي سيدتي، بعيدا عن العاطفه و قريبا الى المنطق، اقول انه اليوم الحكومه التركيه والحكومه العراقيه لو كانت لها احترام لهذا النظام الموجود اليوم في العراق منذ 2003 لما حقيقه يعني تعاملت مع هذا الملف المائي بهذه الطريقه. واحب يعني ان اعيد بعقارب الزمن الى الوراء يعني قليلا. حقيقه الكل يعلم انه نهر دجله هو من ينبع من جبال طوروس في تركيا، اللي مياهه تدفق الى جنوب العراق مرورا بسوريا مع نهر الفرات، ويلتقي عند شط العرب اللي يبلغ طوله 1850 كيلومتر، والى عده روافد اهمها نهر ديالى والزاب الكبير والزاب الصغير. انا اقول يعني تركيا منذ خمسينيات القرن الماضي اقترحت ان تبني حقيقة سد إليسو اللي هو الغاية منه لتوليد الطاقة الكهربائية. عام 2006 شرعت تركيا ببناء هذا السد، وعام 2018 أنهت هذا السد. يعني من 2006 إلى 2018 يعني 12 سنة، وين كانت الحكومة العراقية أن تتفاوض وتجد البديل وتملأ السدود وغيرها
وغيرها. المشكلة اليوم ما عندنا ناس مختصين في هذا المجال، وإن كانوا موجودين فهم عقول حاربتهم هذه الدولة أو هذا النظام القابع على رقاب العراقيين وعلى صدورهم، وكذلك الدولة المحتلة الشرقية والغربية التي حقيقة هجرت ودمرت وقتلت العقول. اليوم لدينا نحن في المجلس الوطني خيرة رجالات الدولة العراقية في كل الصنوف وكل الاختصاصات، ولدينا خطط حقيقة لمعالجة هذه الحالة وسهلة جدا. ولكن اليوم الدولتين الجارتين تركيا وإيران هي تتعامل مع العراق وفق النظام الذي حقيقة يلهث المغان وليس وراء منفعة الناس. نعم، يعني وكون مع مرور هذه السنوات أيضا والسنوات القادمة يبدو أنه لن يكون هناك حل لهذه المعضلة. حتى المجتمع الدولي الذي تم احتلال العراق دون وجود مظلة أممية وقرار دولي، هي اليوم أخلاقيا إنسانيا ودوليا هي اليوم مسؤولة عن ما يحصل للعراقيين من معاناة. اليوم نحن لا نفترض حقيقة للمجتمع الدولي الذي جاز المحتل أن يحتل العراق بهذه الطريقة أنهم لا يردون إخراج العراق من هذه أشكركما على كل ما تفضلتما به في حلقة اليوم. ضيفي من عمان الدكتور إسماعيل الجنابي رئيس هيئة إعلام المجلس الوطني للمعارضة العراقية، ومن بغداد أشكر ضيفي السيد يونس الكعبي نائب رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية على كل ما تفضل به. في الختام أشكركم مشاهدين على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.